وشقائنا والحمد. طيب انا هروح بعد كده مع حضراتكم وهنتكلم في تعادل الفريقين برضو، اتكلم بكلام منطقي شويه، لان انت بتتكلم برضو عن شباب لوزداد، هو كان قوي جدا وشغال على الهجمات عنده باستمرار وكان واضح بصراحه على ارضيه الملعب، لكن في المجمل خلينا نقول بدايه جيده للنادي الاهلي، وده اللي يهمنا. كولر عبر عن الكلام ده واتكلم شويه عن شباب بلوزداد وهذه المباراه تحديدا، وهو عبر ان هي كانت صعبه وان هي شهدت كمان فرص من الفريقين، وان الاهلي تاثر نسبيا بفتره التوقف بعكس المنافس اللي خطب عن عده مواجهات خلته في وضع افضل بكتير. على كل حال عشان ما اطولش خلينا نروح نسمع تصريحات مارسيل كولر ونرجع نكمل. اعتقد كانت مباراة صعبة، كان هناك فرص من كلا الفريقين، اعتقد كان عندنا بعض المشاكل في ايجاد الريتم بتاعنا، لان احنا متوقفين عن اللعب الرسمي بقالنا حوالي 6 اسابيع. اللعيبة الدولية او لعيبة المنتخبات جاءت الفريق متأخر، فحتى لم نقم باي مباريات حتى ودية مع اللعيبة الدولية، وبالتالي ده أثر علينا وعلى شكل الفريق. في المقابل شباب بلوزداد بيلعب في المنافسات الدوري، بيقدر عنده رتم أكتر، وده باين النهاردة أن هم كانوا فريق قوي جدا، فريق يستحق الاحترام، وكان أدائهم جيد جدا اليوم. ولكن عدم وجود رتم لينا وعدم وجود فترة طويلة 6 أسابيع، عدم وجود ماتشات رسمية أثر علينا كتير، وعشان كده احنا نعتبر راضيين عن النقطة النهاردة. كما قلت سابقا فريق جيد جدا، بيقدم كرة جماعية، كرة راقية، عنده مهارات عالية، في سرعات في الفريق، وبالتالي الفريق قوي، وانا كنت عارف ده قبل المباراة، وده اظهره اليوم ان هو فريق قوي جدا، وعشان كده انا راضي تماما عن نقطة تعادل اليوم. متبقي مباراتين في المجموعة، اكيد هدفنا كنادي اهلي ان احنا نفوز بالمباراتين ونتأهل كاول المجموعة، لكن عارفين ان المهمة ليست سهلة. الاسبوع القادم عندنا مباراة خارج الديار، مباراة صعبة جدا في اجواء صعبة، احنا كمان متأخرين في عملية الريتم، ان الفريق يحصل على الريتم تبعه بسبب قلة الماتشات، ما عندناش ماتشات من اليوم لغاية الاسبوع القادم ماتشات رسمية، وبالتالي ما عندناش غير التدريب، نحاول ان احنا نجهز الفريق باسرع وقت ممكن، ان هو الاسبوع القادم يبقى جاهز للمواجهة الصعبة، وبعدين عندنا مباراة في النهاية على ارضنا، هتبقى مباراة كنهائي للمجموعة، لكن هنحاول نعمل اقصى ما وسعنا ان احنا نتأهل اول مجموعة كما اعتاد النادي الاهلي. طيب دي تصريحات يعني مارسيل كولر.